المترشحين لمنصب الرئيس، الآن 3 أسماء أمامي: محمد سعد معزب، عبد الله علي جوان، خالد عمار المشري. بقية المرشحين إذا في حد بترشح يتفضل. إلى عند الآن 4 مرشحين: محمد سعد معزب، عبد الله علي جوان، خالد عمار المشري، عبد الرحمن الشيباني السويحلي. إذن على بركة الله حنبدأ في تلاوة أسماء السادة وسيدات أعضاء المجلس. اللي يسمع اسمه يتكرم بأخذ ورقة التصويت والتصويت. عدد الحضور 122. اللي سجلوا حضور لكن من يخرج ويبقى ذكاء، أنا مسؤول من اللي بنناديه قدامي وبنحط قدامي إشارة الحضور، هذا المسؤول عليه، واللي ياخذ الورقة هذا اللي يحسب في عدد المصوتين. على بركة الله ما يحكمنا احنا المادة النظام الداخلي. المادة 96: يجرى انتخاب رئيس المجلس ونائبيه والمقرر بالاقتراع السري المباشر، وفي حالة عدم حصول على الأغلبية البسيطة يجرى اقتراع ثان. هنا يعني يقصد الأغلبية البسيطة، وتفسير الأغلبية البسيطة في بداية المصطلحات النظام الداخلي، الأغلبية البسيطة أكثر من عدد نصف الأعضاء الحاضرين للتصويت. عدد الأعضاء الحاضرين 122، يعني أكثر يعني يفترض 62. يجرى انتخاب رئيس المجلس ونائبيه والمقرر بالاقتراع السري المباشر، وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية البسيطة يجرى اقتراع ثان لتحديد الفائز، يتم فيه التنافس بين الأول والثاني والمتحصلين على أغلبية الأصوات في الاقتراع الأول، وفي حال تساوي الأصوات تعاد جولة تصويت ثالثة بينهما، وفي حالة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، فإن انتفى فرق السن يصار إلى القرعة لتحديد الفائز في وتتلف أوراق الانتخاب فور إعلان النتائج. المادة 97: يكون الانتخاب بأوراق نموذجية تحمل ختم المجلس ولا تدخل في حساب الأغلبية. في كل انتخاب يجريه المجلس الأوراق البيضاء أو الملغاة، وتعد ملغاة كل ورقة تتضمن أسماء يفوق عددها المراكز المحددة في الاقتراع. 2. علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت كتابة بشكل لا يستدل منها على اسم أحد المرشحين. إذن الأمر واضح. نبدأ على بركة الله. بأسماء أعضاء المجلس: السيد عبد الرحمن الشيباني السويحلي، السيد محمد عبد النبي بقي، السيد محمد سعد معزب، السيد العجيلي محمد أبو زديل، والسيد إبراهيم عبد العزيز صهد. السيد إبراهيم علي أبو شعالة، السيد أبكدة محمد علي كلالة أبكدة،
السيد أبو القاسم محمد قزيط. زود صعد الرجل. افتح الصندوق اللي مفتوح يا أحلام عبد الله إبراهيم علوة. أحمد الطاهر همومة. حميدة صالح الصيد الدالي. إدريس محمد أبو فايد. محمد معمر دياب. آمنة فرج مطير. بسم الله نبدأ الآن في عد الأصوات.
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121. إذن عدد الأوراق مساوي لعدد الأسماء المصوتين، بالتالي الآن نبدأ في عملية فرز الأصوات. السيد عبد الرحمن السويحلي. السيد عبد الرحمن السويحلي. السيد محمد معزب. السيد خالد المشري. السيد خالد المشري. السيد عبد الله جوان. السيد خالد المشري. السيد عبد الله جوان. السيد محمد معزب. السيد عبد الرحمن السويحلي. السيد عبد الله جوان. السيد عبد الرحمن السويحلي. 64 صوت للسيد خالد المشري. إذن عدد بعد الفرز عدد المصوتين 115 عضوا. سيد عبد الرحمن السويحلي 45، سيد خالد عمار المشري 64، عدد الأوراق الملغية والبيضاء 6. إذن الفائز بمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد عمار المشري. نحتاج استراحة لمدة نصف ساعة والعودة لانتخاب منصب النائب الأول. بسم الله. حضورنا الكريم، تحية إلى كل من حضر وكل من نظر، كل في فلك من الإبداع والتألق والعمل. حضورنا، نرحب بكم في بلدية أبو سليم، بلدية أبو سليم وهي في داخل مدينة طرابلس الكبرى. نرحب بكم في أيها الجمع الكريم، ونرحب بالسادة الحضور دون تخصيص. نرحب بوزراء الحكومة وكذلك بالمبعوث الأممي للأمم المتحدة بليبيا، كما نرحب بعمداء بلدية أو طرابلس الكبرى. حضورنا خير ما نفتتح به ملتقانا هذا، آيات بينات من الذكر الحكيم يلقيها عليكم أو القارئ محمد سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أرأيت يا طرابلس الجميلة يأتي العاشقون إليك محملة حقائبهم بماء البحر والصدف الشتائي القديم لعميد بلدية بوسليم كلمة فليتفضل السلام عليكم قال تعالى في محكم آياته بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم السيد غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أهالينا ببلدية أبو سليم والعاصمة طرابلس السادة عمداء البلديات السادة مركز الحوار السادة الحضور الكرام في البداية أتقدم باسمي وباسم أعضاء المجلس البلدي وأهالينا في بلدية أبو سليم على حضوركم وتلبية دعوتنا لهذا الملتقى الذي يهدف إلى لم شمل وطننا الحبيب ونتطلع إلى مسيرة البناء والازدهار السادة والسيدات الحضور إن ليبيا لن تكون إلا بالجميع وللجميع إخوتي أخواتي الأفاضل من أبناء وبنات وطننا العزيز دعونا نطوي صفحة الماضي ونتطلع إلى المستقبل لا لأجلنا فقط بل لأجل الأجيال القادمة التي نعول عليها إن ليبيا لديها من الخبرات والكفاءات والإمكانيات سواء البشرية أو المادية كذلك الموارد الطبيعية التي تجعلها في مصاف الدول لو تنسينا الأحقاد والصراعات والخلافات التي تضرر منها كل الليبيين ونمد أيدينا ونتصافح ونتسامح ونجعل هذا العام انطلاقة للبناء والعطاء والرخاء الأخوة الأخوات الكرام إن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والذي يحت على التسامح وحرمة الدماء وإزهاق النفس وأن نكون أخوة وأخوات متحابين في الله وفي خدمة هذا الوطن الحبيب ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة من سيرته العطرة على عفوه وصفحه الجميل وأن نكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما لا يفوتني أن أشكر مركز الحوار الإنساني للمساهمة والمبادرة الطيبة لهذا الملتقى الذي يسعى لسماع كل الليبيين أصوات كافة الليبيين كذلك لا ننسى الشكر لكل الجهات الخدمية والأجهزة الأمنية وبالأخص الشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للخدمات والشركة العامة للمياه والصرف الصحي على واللجنة التحضيرية التي أشرفت على هذا الملتقى خلال 6 أيام يعني واصلوا الليل بالنهار كانت أعمال يعني داخل هذه القاعات يعني أعمال نعتبرها أعمال شاقة
الحمد لله الذي ظهرت بهذا المظهر، ونتطلع أن تكون مختلف اجتماعات القادمة في احتضان هذه القاعة. في حضرة من أهوى عبتت بي الأشواق، حدقت بلا عين رقصت بلا ساق، مملوكك لكني سلطان العشاق. للمبعوث الأمم المتحدة السيد غسان سلامة كلمة، فليتفضل مشكورا. في حضرة من أهوى عصفت بي الأشواق، حدقت بلا وجه ورقصت بلا ساق. أيها الأعزاء، لا يمكنني أن أعبر عن مدى سروري أن أكون بينكم هذا الصباح مع زملائي في بعثة الأمم المتحدة لأحييكم أولاً، وأحيي أولاً مجلس البلدي لأبو سليم الذي قام بجهد جبار، وإذا كان حضورنا المتواضع بينكم هذا الصباح حجة ومناسبة لإعادة افتتاح هذا الصرح الذي تأزى وانجرح، فهذه فائدة أولى يجب أن نحييها، لأن المجلس البلدي في أبو سليم بعمله الدؤوب خلال أيام لإعادة افتتاح هذا الموقع هو بدوره أسهم في طي صفحة الحرب والاقتتال وإعادة الأمل بليبيا أخرى مستقرة ثابتة وسعيدة. أحيي المجلس البلدي، أحيي إخوتي عمداء طرابلس الكبرى، أحيي العزيز الصديق معالي وزير الحكم المحلي، أحييكم جميعاً أيها الإخوة، وأحيي من خلالكم كل هذه المدن التي سننتقل إليها تدريجاً، كما نحن اليوم في أبو سليم وفي طرابلس للاستماع والتداول مع أبنائها وأهليها حول السبل الفضلة لإنتاج ليبيا سعيدة وهنيئة ومستقرة معاً. وهذه المحطة التي هي أولى محطاتنا في طرابلس الكبرى في أبو سليم تأتي بعد أن توقفت قافلتنا بالأمس القريب في زوارة التي أحيي أهليها أيضاً للتحضيرات الكثيفة التي قاموا بها، بحيث جاء اللقاء هناك منظماً وفاعلاً ومثمراً. وفي بنغازي في اليوم نفسه حيث التقى أكثر من 250 من شخصيات تلك المدينة العزيزة، وألفوا فيما بينهم عدداً من فرق العمل لتقديم توصيات للملتقى الوطني حين حدوثه. أحييهم وأحيي أهالي غريان الذين اجتمعوا أيضاً في 7 أبريل الماضي وقدموا عدداً من المقترحات المهمة، لا سيما المتعلقة منها بالدستور. وأحيي بالذات إخوتنا في براك الذين اجتمعوا أيضاً في 7 أبريل وقالوا لنا إننا نسأل رأينا للمرة الأولى، فنشكركم على حضوركم فيما بيننا. ونحن اليوم في أبو سليم وفي الوقت الذي نجتمع هنا معاً، هناك اجتماع موازن يتم في بلدة القطرون في الجنوب العزيز، لأننا نريد فعلاً
أن ننتقل في ربوع الأراضي الليبية دون أي استثناء أو إقصاء، وهذا يعني لنا الكثير. هو يعني أولاً بالنسبة لنا في بعثة الأمم المتحدة تأكيدنا الثابت على وحدة التراب الليبي، وعلى أن هذه الوحدة وحدة مقدسة، وأننا لا ننظر شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، بل ننظر إلى ليبيا بصفتها وطناً من واجبنا أن نشد أواصر أبنائه. ويعني ثانياً أننا نقول ونفعل عندما نؤكد أننا نسعى فعلاً لدعوة أكبر عدد ممكن من الليبيين من مختلف المشارب وفي مختلف المواقع للاشتراك في صناعة مستقبل بلدهم. ويعني ثالثاً أن هذا العمل التشاوري مع عموم شرائح المجتمع الليبي هو واجب المجتمع الدولي بكل فصائله، ممثلاً طبعاً بمنظماته الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي لي شرف تمثيلها في ليبيا. أما الآن فمع كلمة السيد رومان غرانجان مدير مركز الحوار الإنساني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. أنا آسف في البداية، سأحاول الكلام بالعربي. أهلا وسهلا بكم محل أخرى في الملتقى الوطني الليبي بوسليم باسم مركز الحوار الإنساني HD. أشكر بلدية بوسليم وكل المنظمين اليوم. HD متعجد في جنيف بسويسرا ومختص في الحوار والوساطة. HD مؤسسات مستقلة يحمل في 25 دولة في العالم. نحن سعداء بالدعم وتيسير المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي تحت أشرف الأمم المتحدة والسيد رسان سلامة. I'm very sorry for my Arabic. I will not speak in English today because there is no translation, but I would like to say on behalf of my organization that we are very, very proud to assist in this process of the National Conference, and we will listen to all Libyans during the coming weeks. Thank you. Thank you very much to all. Thank you. الآن للجنة التحضيرية للملتقى كلمة يلقيها عباس محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. السيدات والسادة، الحضور الكرام، أرحب بكم باسمي واسم اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني الليبي. في الحقيقة مخاضات كثيرة شهدتها اجتماعات اللجنة التحضيرية قد لا أستطيع التعبير عما جرى تفصيليا. زادت اجتماعات اللجنة التحضيرية عن 30 اجتماع في فترة وجيزة تناهز الستة أيام. كنا نبدأ عند الساعة 10 صباحا وننتهي عند الساعة 2 صباحا.
لعلنا نكون قد لا لعلنا نخرج بشيء قد لا يمس إلى الرضا كامل الذي يتوقعه أهلنا، ولكننا اجتهدنا وندعي الآن أننا حققنا شيء من الرضا إن شاء الله، وقبل ذلك رضا الله عز وجل. حرصنا أن يكون منتوج المنطقة الوطني الليبي يناسب كافة مكونات الشعب الليبي. حرصنا أن نحترم الجميع بأفكارهم ورؤاهم ولا أن نقصي أحداً أبداً. كان التأكيد أن تكون مخرجات الملتقى الليبي مخرجات هذا الملتقى ولاؤها لله أولاً ولأهلنا، ملتقى داخلي من أرض ليبيا الحبيبة. وفي الختام نشكر جميع القطاعات داخل بلدية أبو سليم، والشكر موصول لكافة قوات الأمن التي سهلت وساهمت في تأمين هذا الملتقى، ولأن ليبيا تهمنا شارك لنقرر مصيرنا، لأن أمرنا شورى بيننا، ولأن رأيك مهم، ولأن ليبيا تهمنا. هذا الشكل من الشكل عندي بهذا الشكل.